أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزار، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل حديثنا عن مباراة الجزائر والسويد، ولكن هذه المرة نتكلم من الناحية التكتيكية، لأنه الناس تدخل تهاجم وتسب وتشتم في باطل في باطل. ما فهمتش علاش يا اخي تسب وتشتم؟ تكلم لي رياضيا، ناقشني رياضيا، علاش تسب وتشتم؟ يعني لما تسب وتشتم هذا دليل على انك ما عندكش حجه، او اللي بحثك، لاني متاكد انكم مبعوثين كلكم، وعلى بالي على بالي شكون اللي يبعثكم، على الاقل يفهمكم شويه 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 يعني تكتيك شويه، اذا يعرف. هذه في حاله ما اذا يعرف، لكن انكم تدخلوا تسبوا تشتموا يا اخي تحيه بالماضي ربي سهل، نقول تحيه بالماضي من الاصبح ماكش تضرني ربي سهل، امر يخصك. احنا ما نسبوا بالماضي شخصيا، ما عندنا مشكل مع شخصي، راح احنا نتكلموا عن امر رياضي فقط، نتكلم عن الرياضه، واليوم نعطيكم امر رياضي. اذا نتوما ما حبيتوش تقتنعوا بهذا الشيء ربي يسهل عليكم. اذا وكذلك يقول لك باللي الطرد وما الطرد، الطرد داخل في كره قدم، الطرد داخل في كره قدم، وراح نوريكم بان الطرد جاء من فضيحه تكتيكيه. اصلا عيب باش نقول تكتيكيه، ما كاش تكتيك في المنتخب الوطني باش الفضيحه نقول بعدها فضيحه ونسكت، لانه لو نقول فضيحه تكتيكيه ديجا راني درت التكتيك، وهذا المنتخب الوطني تاع الماضي حتى الان فارغ من التكتيك، ما كان في حتى يوم امس قلت ما كاش ريحه التكتيك، ما كاش في المنتخب تاعنا، لاعب عشوائي ولاعب فردي، كل واحد يلعب كما يعرف. ونعطيكم الادله، والله تشوفوا منتخبات، شتو يا جماعه اليوم قطر المستوى الباهت، يعني أسوأ منتخب انا شخصيا شاهدته في كاس العالم اليوم قطر، والله العظيم ما داروا الاخطاء اللي داروها، والله العظيم راني نحلف، كنت نشوف ونركز ما داروش الاخطاء تاع التمركز تاع اللاعبين، ما كاش المشكل تاعهم هو انهم عندهم لاعبين محدودين، هذا ما كان لاعبين محدودين. لكن نشوف الان، نبداو اعزائي المشاهدين نعطيكم الصور باش ما نطولوش كثير، وكما قلت نعطيكم فقط الصور اللي قبل الطرد والكوارث اللي حصلت في الملعب، وبالماضي دائما شاهد ما شافش حاجه، ما يتفرجش كيف حكي هو، والطرد بين باللي بالماضي لا يمتلك شيء، ما قدرش يغير وما قدرش يتدخل، هذا فقط دليل واضح وصريح. نروحكم اعزائي المشاهدين الى الدقيقه 9 والبطاقه الصفراء الاولى للذهب 70، باش ما تقولوش بانه البطاقه الصفراء والبطاقه الحمراء اللي اثرت، البطاقه الحمراء هي بسبب هذه الكوارث. شوفوا الان المدافع السويدي الكره راهي معاه في المنطقه نتاعو، المهاجم السويدي اللي راه في الطرف، يعني درت عليه الدائره، راه معاه بن سبعيني. كيفاش توصل ليه الكره يا حبايب بابكم؟ لو كانت كره طويله نقول معليش، اللاعبين السويديين طوال واستغلوا الفرصه، لكن الكره تروح ارضيه. ثلاث لاعبين جزائريين في وسط الميدان، الكره تروح ارضيه وتوصل للاعب السويدي وكانه لاعبين شفافين، اللاعبين تاعنا مش فوق الملعب. وسط الميدان دائما فراغ، الفراغ اللي في وسط الميدان يعني نصف الدائره، شوف الدائره، في الدائره لاعب جزائري فقط وهو طوبة. في حين انتشار اللاعبين السويديين 1 2 3 4، نشوفوا ثلاث لاعبين سويديين بالقرب من الدائره، هنا نعرف بان هناك انتشار اللاعبين السويديين وسط الخطوط، وتموضع اللاعبين السويديين وسط الخطوط، وبالماضي كما قلت شاهد ما شافش حاجه. تتلعب الكره اعزائي المشاهدين، راكم تشوفوا الكره راحت، يعني هاي في وسط الميدان الكره، هاي هنا الصوره في وسط الميدان بين لاعبين جزائريين اعتقد هما بن طالب وكذلك بلايلي. الكرة بيناتهم تمشي بكل أريحية، توصل للاعب السويدي اللي يسبق من سبعيني، بن سبعيني يعني كان هو في الحق متقدم، كان هو اللي نورمالمون يروح يقطع الكرة، لكن بن سبعيني قاعد يتفرج ويجي المهاجم السويدي يسبقه، بن سبعيني يدير المخالفة، حتى عند المخالفة شوفوا اللاعب السويدي اللي جاي يطلب الكرة، شوفوا اللاعب السويدي اللي جاي يطلب الكرة ويدير التفوق العددي 3 على 3، احنا لما يكون ثلاث مهاجمين مع ثلاث مدافعين نسموه تفوق عددي، لانه تساوي المدافعين مع المهاجمين يعطي الافضليه للمهاجمين. هنا راونا في حاله 3 على 3، نشوفوا لاعبين جزائريين ورا متمركزين، هذا تمركز تاع لاعبين شوارع شوارع، هجمه للمنتخب السويدي. واك شفتوا ماشي هجمه مرتده، شفتوها معايا، انطلقت من نصف ملعب المنتخب السويدي، اللاعبين تاعنا مازالوا في الخلف، الكره طلعت بضربه واحده، بضربه واحده قتل الوسط نتاعنا، اي انهى الوسط نتاعنا، ولو ثلاث مهاجمين ضد ثلاث مدافعين، راكم تشوفوا امامكم. الان تجي هنا البطاقه الصفراء الاولى في الدقيقه 9، مدافع وظهير يدي بطاقه صفراء في الدقيقه 9، خلاص هنا خرج من المباراه. اول خطا تكتيكي بحت، شوفوا الفوضى، السويد ضعيفة،
المعلق التلفزيون يقول لك السويد عملاق، واش تهضر؟ وين راك عايش؟ يا اخي السويد راه تلعب في الدور الثالث في القسم الثالث في الدوري الاوروبي او دوري الامم، هبطت للدرجه الثالثه، ذينت مجموعتها سبحان الله. تبغوا تبغوا تكذبوا تبغوا تزوروا الحقائق. السويد ذلت مجموعه صربيا وسلوفينيا والنرويج، وهذا منتخب أسوأ من سلوفينيا يا جماعه. هذا المنتخب راه أسوأ من سلوفينيا. سلوفينيا احنا من 2010 لعبنا لها كاس العالم ما زدناش سمعنا بها، ما شاركت لا في كاس العالم ولا ما تاهلش حتى كاس اوروبا ولا كاس العالم. هذه السويد أسوأ منها. نروح الى اللقطه الاخرى، ما زلنا دائما قبل الطرد، الدقيقه 13 اي ربع دقائق بعد البطاقه الصفراء، هنا المهاجم السويدي خلاص هنا راوغ بن سبعيني، وبن سبعيني قاعد دور راولي شغله كانه ما عندوش علاقه بالمباراه، قاعد يتفرج هنا كل شيء عادي. لكن الغير عادي هو انه تواجد، شوفوا اللاعب السويدي، هذا اللاعب السويدي اللي راه في الوسط يطب الكره، شكون اللي راه يراقبه؟ هذه كره قدم، هذه كره قدم. وبعد تجينا تقول لي خائن وتقول لي حركي وتقول لي عميل، هذه كره قدم تبغيني نفرح بها؟ اذا انت ما تعرفش كره القدم هذه مشكلتك. لكن انا نعرف كره القدم، وهذا الشيء يسيء لي كمشجع للمنتخب الجزائري، يسيء لي. هذا الامر يتكرر كثير بالماضي مش فايق، المشكل انه بالماضي مش فايق، هي كارثه. يخرج ويقول لك كنا خير، وين كنت خير؟ شوف الكوارث اللي كنت تدير فيها، وين كنت خير؟ ويشوف الكوارث يا جماعه. ما عليناش نكملوا. شوف اللاعب يطب كرة والاكثر فظاعه، شوف هذا اللاعب فوشبيرغي، هذا اللاعب رقم 10، شوف فوشبيرغي وين راه يا جماعه، وحده عطار هنا وين راه؟ فهموني عطار وين راه؟ فهموني فقط عطار وين راه يا جماعه؟ راكم تشوفوا الان فضائح، فضائح في فضائح. بغيت يقول لك لازم تقول رانا مليح وقلت حيا بالماضي، لا يا اخي مانيش مطبل لمدربك. الكرة الآن هذه أخرى في الدقيقة 28، مازلنا نلعبوا ب 11، ما كانش بطاقة حمراء. شوفوا الخطأ التكتيكي الكبير جدا اللي قوم به عطار، لكن المشكل دائما هو في خط الوسط اللي فارغ، ما كانش خط وسط، نلعبوا من دون خط وسط، تنظيم ما كانش. وشوفوا اللاعبين السويدين كيفاش يتموضعوا في خط الوسط نتاعنا وبين الخطوط نتاعنا. الكرة هنا كانت طويلة، هاي ندير عليكم دائرة لأنه الكرة هنا ما تشوفوهاش إلا غالب جودة اليتيمة عذرونا. الكرة الآن أعزائي المشاهدين راهي فوق الوسط الميدان، هاي الدائره عليها، عطال يخلي المكان نتاعو ويروح يدخل الى وسط الميدان باش يروح في نزاع او في صراع هوائي مع لاعب سويدي قوه بدنيه وطويل عليه. عطال قصير، انت ما تدخلش وسط الميدان تروح للصراعات الهوائيه. النتيجه ها، اللاعب السويدي يسبقه ويضرب الكره وقاصه، عطال كان يما كان في قديم الزمان. شوفوا الان المركز تاع عطال، شوفوا الان المركز تاع عطال، لاعبين سويديين على اللاعب ماندي، لاعبين سويديين تفوق عددي على اللاعب ماندي. شوفوا الان هذه كره تقدر تدير الكره خطره، ولحسن الحظ انه ماندي كان سريع وانقذ اللقطه. خطا تكتيكي ولا مش خطا تكتيكي؟ هذه الاخطاء فظيعه فظيحه. نكملوا اعزائي المشاهدين، شوفوا هذه اللقطه دقيقه 25، هنا كذلك مازال الطرد، مازال كنا نلعبوا ب 11. هذه يا جماعه يرحم باباكم منتخب من هذا المستوى يا جماعه، رانا في نص ساعه الاولى، رانا في نصف الساعة الأولى. شوفوا في هذه اللقطة لاعب الكرة مع اللاعب السويدي، لاعبين يطلبوا الكرة وحدهم، ما كاش مراقبة، ما كاش مراقبة. هذا مستوى نهضروا عليه. وشوفوا في الجهة الأخرى كذلك لاعبين وحدهم، يعني اللاعب عنده رفاهية يمر الاثنين من ولا يمر الاثنين من هي. وين راه الدفاع؟ وين راه المنظومة الدفاعية؟ وين راه التنظيم الدفاعي؟ ومن بعد لما نلعب مع سيراليون نقول ما قدرش نلعب. كمل اعزائي المشاهدين، هاي هنا شوفوا اللقطه خطيره، كانت تسديده من اللاعب السويدي لحسن الحظ انه سددها بعيدا عن المرمى لحسن الحظ. نكملوا اللقطه هذه او نفس اللقطه، شوفوا يا جماعه، شوفوا لاعبين يطلبوا الكره وفي الجهه الاخرى كاين لاعبين يطلبوا الكره، يعني رفاهيه في الحلول واربع مدافعين تاع المنتخب الوطني متمركزين في الوسط. نزيد نكمل هذه اللقطه 26 للدقيقه 26، شوفوا الان هذه الكره للمنتخب السويدي، هجمه عاديه جدا، الكره مع الجهه اليسرى، بن سبعيني دائما خارج مجال التغطيه، قبل ما يطرد بن سبعيني كان خارج مجال التغطيه تماما. شوفوا الان ثلاث لاعبين في مواجهه ثلاث لاعبين دائما، شوفوا المساحات في خط، هذا دفاع بالله عليكم، هذا دفاع، شوفوا المساحات، شوفوا المساحات، شوفوا المساحات، كارثه المساحات، ثلاث لاعبين سويديين متقدمين للامام
لانه خط الوسط تاعنا ما كاش، نلعبوا بطريقه عشوائيه، نلعبوا لعبه كارديات لحسن الحظ هنا كان تسلل، وحتى انه مبولحي ربي يحفظه مبولحي انقذنا من عده اهداف والا كانت تكون الكارثه. هنا كذلك اعزائي المشاهدين كره اخرى، هنا كذلك اعزائي المشاهدين كره عند فوشبيرغي، هذا اللاعب رقم 10 لاعب وولفسبورغ في راس منطقه 18. شوفوا المثلث، هذا المثلث على مشارف منطقه الجزاء وراه حتى داخل منطقه الجزاء، راسه خارج منطقه الجزاء، لكن شوفوا المثلث كيف لاعبين جزائريين في وسط المثلث، يعني هنا كانوا قادرين يلعبها للاعب اللي يطف الكره وحط يديه واللاعب هذاك اللي لهيه، شوفوا يعني بكش رقابه ابدا، لاعبين احرار، تفوق عددي في كل المواضع وفي كل الزوايا وفي كل المساحات للاسف. هنا اعزائي المشاهدين هنا نشوفوا البطاقه الصفراء الثانيه والطرد، كذلك خطا تكتيكي. شوفوا الان الكره، ها هو اللاعب اللي عليه الدائره السويد اللي مرر، وهي كره في السماء، كره طويله جدا، كره طويله جدا، شوفوا كيفاش يضرب خط الوسط بتمريره طويله والتغطيه مكاش من التماس الى التماس. نشوف الان الكره كي راهي بعيده، وبن سبعيني كان بعيد على اللاعب، ما فهمتش انا الان اصلا بن سبعيني وعلاش راه بعيد هنا، واش كان يراقب بن سبعيني؟ كان عليه انه يفتح اللعب ويفتح الملعب وما يخليش اللاعب يعني وحده. كره طويله، بن سبعيني يتاخر عن اللاعب، بن سبعيني كان هو اللي لازم، نفس اللقطه تاع الهدف الاول، فقط الفرق هو انه الهدف الاول كره ارضيه والهدف الثاني هي كره طويله. الان امور الناس ما تكلمكمش هذه الامور، يتكلم لك طرد بعد قبل يجيب الماضي يقول لك قبل الطرد كنا ملاح، لكن هو كيفاش تم الطرد وعلاش طرد بن سبعيني؟ هو الكلام اللي لازم نتكلم عليه. شوفوا علاش، لانه هناك عشوائيه في وسط الميدان وفي الملعب وما كانش تكتيك ونلعبوا بطريقه عشوائيه. شوفوا الان الكره، اللاعب السويدي يلحق ويطلع مع بن سبعيني، بن سبعيني بالمرفق، نعم هي غير متعمدة لكن القانون واضح وصريح، الضرب بالمرفق في الوجه بطاقة صفراء إذا لم تكن غير متعمدة، وبطاقة حمراء إذا كانت متعمدة. أدى البطاقة الصفراء وخرج من الملعب، والمنتخب الجزائري يلعب بعشر لاعبين، وهنا صار السينما والسيرك والفوضى الكبيرة جدا. إذا أعزائي المشاهدين راكم شفتوا بعينيكم واش صرا في المباراة، باش ما يكذبوش عليكم وما يبلعطوكمش، الذباب راهو بزاف، الناس خلاص مش تشجع المنتخب الوطني، الناس ولات تقدس الاشخاص وتبع الاشخاص، المنتخب الوطني هو الصح، هذا المنتخب الوطني لازم ندوه الى كاس العالم 2026، كفانا شعبويه، كفانا تبرديع، كفانا تصفاق، كفانا زرنا، كفانا قرقابو، خلاص الان وقت العمل، ماكش قادر تربح، انا نقولها من الان بالماضي انتهى في المنتخب الوطني، راح شهر مارس بحول الله يكون عندنا عام من اللي اقصينا مع الكاميرون والخدمه صفر، الخدمه ربي يجيب، للاسف هذه هي. راكم تشوفوا مباراه السويد لعبناها بنفس اللاعبين تاع النكسه، يعني وين راه التجديد؟ سبع لاعبين في جوان هفيتونا بهم، وبالتالي ما نلقى حتى جوار في تربص نوفمبر، الطبلعيط والتبرديع والشعبويه. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.